مساء الخير. المبالغة بتكاليف الأعراس زادت بشكل مو طبيعي، وصارت أغلبها عبارة عن بهرجة وتكاليف تحمل أصحابها فوق طاقتهم. خل أسأل الناس، التكلف بالأعراس شيء ضروري ولا لا؟ مرة سمعت إن العرس حاطين برا مثل طاولة كبيرة يبين عطور ما أدري وين زيادة، يعني حق فخامة العرس. هذه اشياء يعني ما لها داعي، يعني ما حد راح يستفيد منها وايد، عرفت؟ يعني احس انه اي وايد يبالغون مرات بالاعراس، وانه لو يكون العرس سمبل اكثر ووايد بسيط اوريدي، يعني هي صح انها يعني بتكون ليله عمر، فانا ما احس انها وايد لازم تكون فخمه ووايد لازم تكون يعني شيء كبير. احس انه لو شيء حلو يكون بين الاهل وبسيط اوريدي، يعني اللمه الحلوه اساسا اللي يبونهم يسوون لهم يغنون لهم او شيء كوستم جدا عالي، وانا اشوف ما يحتاج يعني منهم، يعني فعلا ما يحتاج. والله الاعراس الحين مكلفه حيل حد النهايه، وبعدين ما ادري، انا اعتب على اهل الاعراس اللي هم يطاوعون، يعني مثلا هالشباب المندفعه يعني على هالبهرجه وعلى هالشيء، وشيء تكاليف زايده ما لها سالفه. الله يذكر زمان، والله يا أول نطلب الزولية ونطلب المطرح نطلب المخدة، يعني كل شيء نستعين فيه من الناس. يا حلوة من عرس، يا حلوة من عرس، يعني كلنا مستانسين، حتى الذهب واللبس يطلبونه. إيه لازم فندق وفرقة وشبكة ومهر وكذا، وهذا مكلف كثير صراحة. تكاليف الاجتماعية، الغلاء بالتكلف، يعني أنت إذا عندك عرس لازم تدفع يعني، وتنحد أنك أنت يعني لازم تأخذ قروض، تأخذ شغلات استهلاكية وتضغطك أنت كفرد يعني من المجتمع. وكانت هذه آراء الناس حول موضوع التكلف بالأعراس. أشوفكم تقارير ثانية، فمان الله.